برضو حديثنا عن أمم أفريقيا صعب أن احنا نقفلها سريعا، يعني لو اتكلمنا حتى أن رحل أو رحلة منتخب مصر انتهت في أمم أفريقيا، لكن لسه في شوية متعة كروية مستمرة، وكل يمكن عشاق كرة القدم بتتابع. عشان كده برضو هنستعرض لحضراتكم مع كل العلامات الموجودة الاستفهامية اللي مش مفهومة، اللي بجد هو كبار برضو الرياضة في أفريقيا أو في كرة القدم تحديدا في أفريقيا فينهم. يعني أنا مبارح تفاجأت بخروج المغرب، تفاجأت، معلش، كلنا كنا متوقعين أن النهائي هيكون مغربي، فده كان غريب جدا. يعني امبارح اتأهل كمان منتخب مالي لدور ربع النهائي بعد ما فاز على بوركينا فاسو، كانت نتيجة 2-1، ماتش كان قوي جدا، كان فيه متعة كروية بجد، بتشوف منافسين بيلعبوا مع بعض، يعني ماتش كان فعلا روعة. بنتكلم كمان عن الهدف الاول اللي جه، كان بطريقه كان عجيبه يعني لصالح حقيقه مالي في الدقيقه كانت الثالثه، من خلال كانت اللي هي الضربه الركنيه للمنتخب اللي اصطدمت بيه القائم، بعد كده لعبها لاعب بوركينا فاسو اللي سجلها في المرمى بتاعته عن طريق الخطا. يعني كان بصوا مشهد غريب، نيران صديقه يعني كان مشهد غريب جدا. ومنتخب مالي يعني بيلعب فيه طبعا اليو ديانج لاعب الاهلي اللي كان امبارح موجود برضو على دكه البدلاء. كده على كل حال خلينا نقول منتخب مالي هيواجه كوت ديفوار صاحب الارض طبعا والجمهور، ودي اعتقد نقطه بتكون لصالحه في الاساس، هيتقابل في الدور ربع النهائي ان شاء الله هيكون يوم السبت اللي جاي. كمان من مباريات امم افريقيا زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم امبارح، تحديدا المغرب وجنوب افريقيا اللي انتهت بخروج المغرب من البطوله. يعني لا، جنوب افريقيا هو مش هقول كسب، هو اطيح بالمغرب خارج امم افريقيا، ثنائيه نظيفه وهجوم رائع جدا، وكان بيقود هجوم جنوب افريقيا لاعبنا بيرس تاو، هقول لاعبنا طبعا هو اللاعب بتاعنا برضو لاعب النادي الاهلي، ولا يعني ده عليه علامات استفهام كبيره حقيقي. النسخه دي من كاس امم افريقيا لا مكان للكبار، لا مكان للكبار، وعلى فكره ده مش وحش يعني. واكبر علامه استفهام فيهم تخصنا عندنا احنا وعند منتخبنا احنا 14 سنه يعني ما كانتش مفاجاه الحقيقه قوي، بس كناش متوقعين ان انت هتخرج بدري. بس تونس، الجزائر، المغرب، ايه في ايه؟ يعني ايه في ايه فعلا؟ حاجه غريبه. بس هرجع تاني لو تسمحوا لي وسريعا لوليد الركراكي، لان شوف احنا قد ايه لما كانت المغرب متالقه في كاس العالم كنا ازاي بنتكلم يا كريم عنهم، وكنا ازاي بنشجعهم، وكنا ازاي بنشيد بالتجربه المحليه بتاعتهم، وكنا بنشيد بوليد الركراكي تحديدا. لكن في شعره ما بين ان انا ابقى عارف قيمتي وما بين ان انا ابتدي يبقى عندي تعالي على الغير. امبارح التصريحات اللي تاني هقول غير مسؤوله، قال لك احنا بنلعب مش من اجل العرب، احنا بنلعب عشان المغرب. طب يا سيدي على راسنا، بس انت في الاول وفي الاخر عربي. طب ايه 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 الجمله يعني ايه؟ وبعدين طب احنا بنشجعك لو احنا خرجنا، احنا في مننا بيشجعك عشان انت عربي، في كاس العالم كنا بنشجعك عشان انت عربي، عشان انت تمثلنا في الاول وفي الاخر. فليه التصريحات اللي فيها نوع من العجرفه مش حلوه؟ يا سيدي ما انت بتمثل بلدك، ما فاجئتناش يعني، ما هياش حاجه يعني مفاجاه لينا، عارفين. فده ما كانش لطيف ابدا. كلامه عن منتخب مصر طبعا قال لك اشقائنا ومش عارف ايه، بس هو كان بما معناه اللي هو مش حاططها كومبيتيتور اصلا، انت مش منافس ليا على فكره. طب ليه؟ بيفكرونا بمنتخب الكونغو نفس المستوى الفني؟ لا، انا ما عجبنيش التصريح ده. وعلى كل حال دي كانت التصريحات قبل الخساره، تعالى بقى للتصريحات بعد الخساره. قال لك انا اتحمل خساره بالخساره، يعني زي ما بيتقال كده المسؤوليه الكامله لخساره المغرب. طب كويس، طب كويس انك عارف ان انت بتتحمل النتيجه، وكويس انك عارف ان عندك تقصير، وكويس انك عارف مش انك وصلت المغرب في كاس العالم لمستوى رائع جدا ان انت تبتدي تتعالى على الغير. على فكره الموضوع مش شخصي، انا حتى لما بنيجي نشوف، لان اللهجه دي ما بتشوفهاش مع الغرب، ما بتشوفهاش مع يعني هقول ايه اكبر مدربين في كل الانديه الاوروبيه مثلا او في الدوريات الاوروبيه الكبرى، ما بتشوفش نظره التعالي دي على بعض، ممكن علينا احنا حصلت بس مش على بعض. فلم يوفق تماما، وده مش كلامي، هرجع اقول تاني لم يوفق، وتصريحات غير مسؤوله بشهاده الجميع. وعلى كل حال هارد لك برضو للمغرب، كان عندنا امل كبير جدا ان هم يوصلوا للنهائي، كنا يعني بنشوف او كنا نفسنا نشوف نهائي اكيد عربي. بس هرجع اقول تاني مبروك لابننا، ابن النادي الاهلي بيرس تاو، الفوز على منتخب المغرب بالامس.